المدرسة بعتين جواب عايزين بقية قسط المصاريف بتاعت الواد سليم ولا مش هيدخلوه مدرسة تاني. طب ما تدفع. ادفع يعني ايه يا غادة؟ وانت عارفة ظروفي المهببة. انت مدياني الواد مديون ولا ايه يا غادة؟ اسماعيل انا بدفع من ساعة ما اتطلقنا، وبعدين سليم ابنك زي ما هو ابني، اتحمل المسؤولية شوية بقى يا اخي، خلي عندك دم. ايوه غادة بس دول 30,000 جنيه وانا اللي في جيبي ما يكملوش 30 جنيه. خليك اب مرة واحدة في حياتك بدل ما انت مقطيع. طب انت عصبية كده ليه ما تهدي؟ مش هفضل شايلة مسؤوليته طول عمري. هو انت ايه؟ بتقول ايه؟ يعني ايه يا انت مش عارف تجيبها؟ قول بقى انا خرفت ومبقاش ليك في الشغلانه يا حبيبي. هو ممكن يكون فعلا مش عارف يجيبها، وعشان كده في كذا ايجنسي ممكن تجيبها بدلها. يا جماعه ما ينفعش بنت كومبارس كنت بديها 200 جنيه في اليوم اديها 100,000 جنيه في الاعلان. 100,000؟ اه كتير برضو. عشان كده بقول لكم شوفوا اي حد تاني غيرها. اسمها ايه البت دي؟ اسمها رغده. رغده شوفي حتى الاسم قديم. انا ماني وايز ماليش علاقه بالموضوع، بس البنت ملامحها ان جدا للحمل. طيب يبقى البركه قول لها يا ابني ان احنا موافقين. موافقين ازاي؟ الله يا باشا انت كده بتعص علينا الناس وبتبوظ السوق. انت مالك انت؟ انت هتدفع حاجه بتجيب امك؟ الله ازاي يا ادم؟ ادم ازاي يا صانع السعاده؟ اسمع كده بقى، البنت دي انا عايزها بكره، بكره الصبح تكون عندك في البلاتو. انزل من على ودانا يا جريشه، انا عمري ما هعمل التهييس اللي انت بتقول عليه ده. التهييس اللي انت بتقول عليه ده هيجيب لك فلوس زي الرز، دول رفعوا المبلغ ل40,000 بلبل. 40,000؟ اه ل40,000 ولا 60,000؟ انا ما فيش الكلام ده. راجل اقعد، انا مش عارف انت متجعرن قوي ليه كده، مع اني عارف البير وغطاه. مش عارف اسماعيل يعني، بس انا واحد من الناس مش هطلب منك ثمن البقاله. انت بتعيرني يا جريشه؟ ان شاء الله ربنا هيدبرها من عنده يا سيدي. ونعمه بالله، بس ده رزق وجالنا نعمه، نرفضها؟ لو كترت في الكلام شكلي انا اللي هرفضك. طب انت عارف يا اسماعيل لو ما دفعتش مصاريف المدرسه لسليم هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ هيحصل حاجات كتير اوي، كتير اوي، كتير اوي، حاجات كتير. سليم هيطرد من المدرسه الانترناشونال، وهتضطر ترميه في اي مدرسه. هيتعلم الصياعه، وده المكان أصحابه نور ومهند هيبقى بره وكرع، وسليم الكيوت هيتحول لبلطجي وشبح ويقعد يثبت في الناس، ومش بعيد يثبتك انت. وبدل ما كنت تتمنى تشوفه دكتور ولا مهندس هتنتهي حياته في السجن. السجن، السجن يا اسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلله ولا فلك. قلت لي التصوير امتى؟ اقول لك ايه، بصي دي كده. هو بس مشكلته الالوان فرايحي، احنا بنعمل حمله لا للتحرش، يعني قولي له اهدى شويه. حد من الانتاج يشوف لي جريشه. تحت امرك يا صانع السعاده. بنت جت؟ جت طبعا. الله 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 الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدي اهدي. سامحني لو سمحت. معلش انا اسف، لله السلك لمس في الكعبه فتقريبا اتكهربت. لا لا ولا يهمك، ده من حظ الحلو. قولي لي رغدة، ده اسمك الأصلي ولا اسم شهرة؟ لا لا، اسم الشهرة. أمال اسمك إيه؟ نبوية. لسه امبارح بقول لك إيه ياض على موضوع نبوية ده. أيوه أيوه صح، هو قال لي نبوية. نبويتي إحنا 10 دقايق ونصور. رغدة هي رانيا. إيه ده رغدة؟ أنت أحلى بكتير من الصور. أنا رانيا فهمي الكريتيف دايركتور بتاعت الحملة. وأنا رغدة اللي همثل في الحملة. أنت تعبتيني قوي على ما جيتي. وحياة مامي، أنت اللي تعباني من أول ما دخلت. خلاص، لا لا لا، هي ما تقصدش، هي قصدها يعني إن هي تعبت قبل ما أقنعت أهلها عشان تيجي تعمل إعلان. رانيا، هاتي لي ستايلست بسرعة عشان أشوف اللبس والشعر. يلا. جريش استعجلهم لي بسرعة. حاضر يا ريس. أستعجل مين؟ أي حد. استعجل أي حد. يلا حرك. حاضر يا ريس. حرك. حاضر. حرك. لو سمحت ما بحبش كده. ولا كده؟ أرجوك لو سمحت. أنا كنت عايز أسألك بس، أنت مثلتي قبل كده ولا دي أول مرة؟ لا أول مرة أمثل. حد قال لك قبل كده إنك شبه منة شلبي؟ لا بيقولوا لي إني شبه مدحت شلبي. إحنا جايين نهزر بقى ولا إيه؟ أمال جايين نعمل إيه، نعزي؟ جسمك حلو قوي قوي. بتلعبي رياضة إيه؟ أنا بلعب رياضة الزينة، تسمع عنها؟ إلا أسمع عنها. أكيد هي اللي مخليها جسمك عامل زي الخرزانة. الخرزانة دي هتنزل على أدبك يا سافل. أنا عايز أصور. سفالة وقلة أدب. شوفوا بقى يا جماعة، هنبدأ. اتفضلوا. بص يا رغدة، أنت واقفة وسط الزحمة ومفيش نطع من اللي قاعدين دول عاوز يقعدك. النخوة اتعدمت، المتحرش واقف وسطيهم. بتعجبيه، بتستفز الحيوان اللي جواه، بيتسلل.
ووب بيتحرش بيكي. وبعدين في يومك الاسود ده اقسم بالله اقسم بالله اديك بالركبه. اوه في يا حبيبتي انت فهمتيني غلط، انا بشرح لك الراجل ده هيعمل ايه بالظبط. هتقومي شتماه، هتقولي له ايه قله الادب والسفاله دي. اوب الرجاله دول هيقوموا. في ايه في ايه يا حيوانات، في ايه في ايه يا حيوان، هاتها يا حيوانات هاتها. في ايه انا مالي، انا يا حيوانات اهدي. هيحاولوا يتحرشوا بيكي. هنا هتبصي للكاميرا ومنتهى الانكسار وتعيطي، وانا هنزل اللوجو. بدل ما يضيع حقها لازم نقف جنبها. تمام فهمتيني؟ فين المتحرش؟ موجود. فين؟ موجود يا ريس. جاهز يا استاذ. اثبت اثبت. هو ده المتحرش. هو في غيره؟ ده هيقوم التحرش. ايوه بس ده مش هيتحرش، ده هيجيب عيال على طول. سلام عليكم. اثبت اثبت بقول لك. هخليهم لك 60,000 بلبل. بلبل؟ اه. عايزك ما تحرمناش بقى في المشهد من الرياكشن الجميل بتاع التحرش بتاعك. لا 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 مش ده، ما كنا جبنا اي حد يعمل الرياكشن ده. هو ده. الله. تمام. يلا يلا انا عايز اصور. ربنا معاك. يلا انا متاخر والله. شفت واحد تحرش اول مره؟ اكشن. ايه الحيوان اللي قال ستوب؟ مين الحاله يا استاذ ادهم؟ الاستاذ حمد الوزير فاكر نفسه بطنه مش اتوبيس. ادهم. ايوه مجن نظر، انا بشوف شغلي. عندك حق. هو انا بس لو ايه ده وانا بس هستاذنك نوطي الفولت شويه عشان خاطر بس. حلو حلو قوي، حلو قوي قوي. يلا يلا انا عايز اصور. يلا يا ريس. يلا يا ريس عايز اصور يا جماعه. يلا بقول لك ايه، بقول لك يا جريشة انا مش هكمل الاعلان ده. انت لازم تكمل الاعلان دوت. انا عشان اكمل الاعلان ده محتاج حبوب مانع الحمل. انا هخليهم يوصلوا المبلغ ل 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ اه. لا كده مبروك علينا العيل. خش كلاك. شوت واحد تحرش تاني مره. اكشن. بتعمل ايه يا ابن الكلب؟ انت فاهم التحرش؟ ايه يا ولاد انتوا بتضربوا الراجل؟ هو مش حد من الرجاله دي مال عينه كل ايه؟ هو فين الرجال دي يا اخويا؟ انت عايز قلمك بوجهك؟ انت اللي عايز قلمك مش قلمك. ايه يا ولاد انتوا عايز حد عينه كل ايه؟ يا حبيبي سيبني يا ضلال. يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب. يا دليله السوداء لو سمحت. اموريني. حضرتك مرات الاستاذ اسماعيل جاري؟ لا مراته ايه؟ انا اختي يا دنايا. اول مره اعرف ان عنده اخت زي القمر كده. الله يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. الباب اتقفل عليا وانا برمي الزباله، اتحبست بره. ايه ده تاني؟ طب بقول لك ايه، ما تبقوا ترموا زبالتكم الشباك وبلاش قرف. وانتيش عرفك ان انا اتقفل عليا الباب قبل كده وانا برمي الزباله؟ اه سؤال في محله. لا اصل على فكره اخويا اسماعيل ما بيخبيش عني حاجه، ده حتى حكي لي بالاماره لما جوزك ابن الكلب الواطي حاول يتطاول عليه. عارفه انا لو كنت موجوده كنت قلعت الجزمه وزرفتها له ببقه. سامح كده طول عمره مندفع وعامل لي مشاكل بيغير عليا موت. ممكن اخش عندك بس جوه في الشقه لغايه ما يجي؟ لا بلاش يا حبيبتي جوه في الشقه عشان انا 10 دقايق وشي هيشقق يعني. هو لي شقه؟ لا اقصد ما تاخدي الموبايل تكلميه احسن. اكلمه ليه؟ ده هو زمانه خرج من الشغل وزمانه في السكه، زمانه على وصول. تعالي بس نخش جوه. اصل انا عايز اقول لك على حاجه، اصل انا قاعده في الشقه لوحدي. طب وايه يعني، ما احنا اتنين ستات زي بعض. ايه ده احنا زي بعض؟ ايوه. طب اتفضلي يا حبيبتي بس انت المسؤوله. هاي تعالي احسن حد يشوفنا. اتفضلي اتفضلي يا روحي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقفلي الباب. لا يا حبيبتي خلي الباب مفتوح لحسن انا جسمي مسهد ما بطيقش الهدوم اللي عليا. لا اقفلي الباب احسن حد يشوفني وانا بقميص النوم. لا 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 يا حبيبتي اصل انا قاليه سمكتين بوري قبل ما انزل فريحه البيت تقليه. الله. ايوه بيتكم حلو قوي بجد. اه والوانه حلوه بجد وفرشه حلو شكلكم عندكم ذوق. الله صحيح احنا ما تعرفناش. انا رغده. وانا يسرى. رغده ويسرى؟ ايوه. ده احنا كده ناقص لنا ناس تدغدي ونعمل فيلم لحم رخيص. دم خفيف يا مضروبه. اتمنى ما اكونش قلقتكم. الا قولي لي ايوه فين استاذ اسماعيل؟ اسماعيل تعيش انت؟ يا لهوي مات. لا اقصد يا حبيبتي ان انا لما باجي هنا زياره بيسيب لي البيت، اصل انا مش عايشه هنا. انت عايشه فين؟ انا عايشه في باكستان. وبتعملي ايه في باكستان؟ فاتحه محل كوافير هناك يا حبيبتي. آه. فلما باجي بقى فجاه هو بيسيب لي البيت علشان ابقى براحتي يعني. ايه الحاجات دي؟
الحاجات دي حقيقيه؟ دي حاجات يا حبيبتي، اصل انا بدرس طب قسم تشريح. وايه المناخير دي؟ مالها كبيره كده ومنفوشه؟ اصل دي مناخير واحد مدمن. لا ما تلعبيش لينف في ايدك. ايه الصبع ده؟ ماله طويل كده ليه؟ ده تخين قوي. تخين وطويل؟ طب ازاي؟ تعالي هو. لا مش معقول، عندك حاجات تانية تفرجيني عليها؟ انا هموتك. ايه ده؟ مين البقرة اللي دخلت علينا دي؟ مين دي يا ولية؟ انت ازاي تدخل بيوت الناس كده يا ابن الكلب يا واطي؟ هتغلطي يا هزاك. ايه ده يا رغدة؟ ده سامح. ده اللي غلط في اسماعيل اخويا؟ اسماعيل اخوها؟ ايوه اسماعيل اخوها، دي رغدة. يا اللي واضحني ومجرسني في كل حتة، يا اللي بتشك فيا. معلش يا حبيبتي. تعبت منك يا اخي. معلش يا حبيبتي معلش. اسف يا اسرة. اسف يا مدام رغبة. رغبة؟ انت ما تسمعش كمان يا بغلي يا حيوان. رغدة. اسمي رغدة. انا اسف، انا اسف جدا بس بحبها. تحبها تقوم تعمل فيها كده يا سافل يا حيوان؟ مراتك الغلبانة كانت واقفة مالت بين السلم، خدتها معايا. ايوه. دخلتها بيتي علشان احافظ على شرفك يا خرتيت. هلقك في بقك. خدتني على اخوانا. انا اسف، اندفعت من خبطة الشنطة في ملامحي. انا اسف. يلا بينا نروح بيتنا. انا خلاص مش عايز اعيش معاك تاني. ما تتكلمي يا مدام رغبة، قولي لها حاجة، حنيني قلبها عليا. معلش يا يوسف، روحي معايا. الست مننا ملهاش غير بيت جوزها. بصيها بصيها، هي بتهدى ما بتتبس. مش حبيبتي روحي، روحي معايا. ولا مخمضة وخناقة وخضة، سر القوة في سوبر رغدة. هايلة هايلة رغدة. الكاميرات وقف المية. حد يوصل المية؟ حد يوصل المية؟ بص يا زيد، انت حد المية؟ اقفلوا كوبري خلاص يا رغدة. انا اسفه خالص يا مستر ادهم، عمال اقول لهم حد يقفل الميه، حد يقفل الماسوره الامه، محدش عايز يسمعني. انا اسفه. حصل خير، انا بس كنت خايف على الاجهزه، على قوم الشغل كان هايل. بصي يا رغدة، رغم ان احنا اتغرقنا يعني، بس والله العظيم دمك خفيف. انا متاكده ان انت بعد الاعلان ده هتمثلي. ايه اللي هتمثل؟ وانا اللي هخرج لها كمان. ليك عندي حته فيلم هبعته لك على انفراد. لا انا مش عايزه امثل، انا مبسوطه بالاعلانات. شكرا. احنا بكره فرق شاب. ليه؟ الرجاله تعبوا قوي، احنا عندنا شغل كتير. انا كده الايام هتفرط. اسمع كلام. كانش يا اخي عشان الرجاله تعبوا، عشان عيد ميلاد رانيا. هابي فالنتاين يا رانيا. بس يا جريش. ايه ده معقوله؟ هو عيد ميلاد رانيا؟ كل سنه وانت طيبه يا رانيا. وانت طيبه يا رغدة. بقول لك ايه، لازم تيجي. اجي فين؟ لا ما ينفعش. اصل انا داخل عليا برد، وانا البرد لما بيمسك صدري مش عايزه اقول لك كميه كحه على كميه بلاغم، برقد اسبوع. ولا انتوا مش عايزين تكملوا الشغل ولا ايه؟ انت هتعملي زي عيد ميلاد ملك؟ والله العظيم هزعل منك. من الاخر كده، لو ما جيتيش رحمه امي هاجي الاوضه واجيبك من شعرك. انت ليه عنيف كده؟ خلاص هاجي هاجي. البيت خيالك المريض. اذا سيطر شخص ما على تفكيرك فهذا هو الحب، لا محاله. انت ايه اللي جابك هنا؟ ملك قالت اسرين. يعني انت جاي هنا عشاني؟ ما كانش ينفع ما اجيش. عيد ميلاد كل سنه وانت طيب. انت كمان عرفت يوم عيد ميلادي؟ تحب اقول لك اتولدت يوم 20/4 الساعه كام بالظبط؟ لا دي صعب عليك شويه. اصلا انا اتولدت يوم 20/4 الساعه 12 الا 5. انا لو كنت اتاخرت 5 دقايق بس كان زماني دلوقتي برج الثور مش برج الحمل. طب احمدي ربنا، ده بتوع برج الثور دول صعبين قوي. انا عارف الحمل صعبين ولا لا. بص بقى، انا مش هفتح الهديه دي، بس هاخدها منك النهارده بالليل في عيد ميلادي، لازم تيجي. ما ينفعش. ايه ده اللي ما ينفعش؟ لا